السلام عليكم، أسعد الله يومكم وأهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم بإذن الله رح نسوي مع بعض صينية التوست بالدجاج، طبق جميل على سفرة رمضان. مكونات هذا الطبق: عندي بصل، وعندي قطعة ثوم، الثوم أنا أفرمه وأجمده، عندي جزرة مبشورة، عندي هنا فلفل رومي قطعته مكعبات، برضو الكزبرة أنا أفرمها وأجمدها عشان كذا شكلها مجمد، عندي صدرين دجاج قطعته مكعبات، عندي جبنة شرايح، وعندي جبنة موزاريلا برضو أنا أجيبها قالب وأبشرها وأخليها في صحن إلين تجمد وبعدين أوزعها في أكياس، عندي جبنة سائلة، عندي قشطة، عندي بهارات مشكلة طبعا، والمكون الأساسي خبز التوست. أنا هستخدم الأبيض، تبي تستخدم الأسمر أو أي نوع اللي يريحك. الآن حنبدأ بتنفيذ أو تطبيق هذه الطبخة. حابدأ في البداية بالبصل والثوم، حطوا على النار مع الزيت وعليه الدجاج، ونبدأ بباقي المكونات. يلا نبدأ مع بعض ونكمل. هنا حطيت البصل على النار، بدأ يذبل، أضفت له الثوم، ما يتغير لونه بس مجرد أنه يذبل. أضيف على الدجاج، أشوحه لين يتغير اللون. كذا لون الدجاج تغير، استوى تقريبا. هأضيف ملعقة بهارات، فلفل أسود وكمون وكزبرة. طيب ما ننسى الملح. هأضيف الخضار، الفلفل الرومي والجزر والكزبرة. وأقلب. حاول أني أمزج كل المكونات. اتركها الآن تتمزج مع بعض شوية، تاخذ كل الطعمات. وبعد ما تستوي حأضيف عليها ملعقة جبنة سائلة، يصير فيها زي الصوص كذا، حلوة لما تنحط على التوست تعطي التوست طراوة. طيب خلاص حأترك الآن ونشوف مع بعض بقية الخطوات. الآن حطيت شرائح التوست في الصينية، وعلى كل شريحة حطيت شريحة جبنة. الحشوة هنا بعد ما حطيت عليها ملعقة جبنة سائلة حوزعها على التوست. أحط الحشوة كلها. طيب وأوزعها وأحط جبنة موزاريلا. طبعا هذا الصوص جهزته اللي هو القشطة والجبنة السائلة. أنا أحب يكون شوية خفيف، فحطيت شوية حليب سائل خففته. إذا ما تحبي عادي براحتك، يعني اكتفي بالجبنة السائلة وعلبة القشطة، لكن أنا أحب شوية يكون خفيف عشان يدخل في شرائح التوست. طيب حط كل الحشوة. كذا خلاص حوزع جبنة الموزاريلا. طيب الآن حأرجع أحط طبقة التوست الثانية. هنا خلاص رصيت طبقة التوست، حأوزع الصوص الأبيض. وأساوي بالملعقة، أوزعه على كل الشرايح. بعد ما أوزعه هأضيف كمان جبنة موزاريلا تعطي لون حلو في التحمير.
شكل الصينية بعد ما وزعت كل الخلطة البيضة ووزعت عليها الجبنة الموزاريلا، حدخلها الفرن مجرد تحمير لأن كل شيء مستوي، المكونات كلها مستوية، مجرد إنه ياخذ لون يتحمر أحمرها وبعدين أوريكم الشكل. وهذا شكل الصينية بعد ما خرجتها من الفرن، خليتها تحمر. إذا تحبي تحمير زيادة براحتك. قطعت هنا قطعة عشان تشوفوا الطبقات، هذه القطعة كيف الطبقات، جربوه حيعجبكم. وعلينا وعليكم بألف عافية، وإلى اللقاء في طبخة جديدة.